جميل جدا لما الشباب يفكروا لمصلحة الشباب، خاصة لما بنلاقي في مجموعة من الشباب للأسف ما بيفكروش لمصلحتهم أو في مصلحتهم، لكن تفكيرهم بيكون لمزاجهم، ومزاجهم ده بيخليهم يتجهوا ناحية إدمان المخدرات. النهاردة معايا مجموعة من الشباب أو صاحب فكرة بيسعى من خلالها إن هو يوصل رسالة مهمة جدا، إزاي يكون في معالجة للإدمان خاصة مع الأسر اللي بتواجه أزمات اقتصادية وما بتقدرش إن هي تعالج ولادها، أو إن في أسر بتخفي إن ولادها مدمنين. موضوع مهم جدا، إزاي ده يتحقق جوه البيت من خلال تكاتف أفراد المجتمع. خلونا نتعرف على الموضوع أكتر من خلال ضيوف اللي بيشرفوا النهاردة في الاستوديو. بيشرفني الأستاذ باسم عامر، مؤسس برنامج العلاج المنزلي لمريض الإدمان. أهلا وسهلا بيك، أهلا وسهلا شرفني سهلا. منورني. كمان بيشرفني الأستاذ أسامة جلال، مدرب التنمية الذاتية. أهلا وسهلا بيك أستاذ أسامة، شرفني منورني. وهبدأ بباسم كده، إيه الموضوع؟ الفكرة يعني إيه أتعالج جوه البيت وانا يعني مع مريض تمام مرض صعب، يعني مرض ممكن يوصل للسرقة، ممكن يوصل للقتل، فعلا. ممكن يوصل لحاجات كتيرة جدا. تمام، احنا بس عايزين نعرف ان هو مش برنامج، مش موضوع صعب او مش برنامج صعب. عايزين نقول الاول شكرا لكل الناس اللي بتشتغل لخدمة المرضى او بتشتغل لمكافحة الداء ده. وطبعا بنشكر كل اطباء الصحة النفسية وكل مراكز العلاج النفسي، كل الناس على اختلاف مجهودهم. حابب اقول ان البرنامج جانا من الاسر اللي حضرتك برضو نويت عنها، الاسر اللي بتخجل او شايفه ان وجود مدمن جواها ده حاجه عيب، بتخفي حتى ده على اقرب الناس ليهم، ناس قريبهم حتى. عايز اقول ان العيب فعلا والمخجل ان احنا نسيب المدمن ده موجود جوانا، او نسيبه برضو بيأذي الناس وبيأذي كل اللي حواليه، وما نشتغلش على علاجه وما نشتغلش على ان احنا نقف جنبه في المشكله دي. ده العيب فعلا وده المخجل. الفكرة جاتنا من الأسر دي لأنها بتمس ده أكتر. عايزين نقول إن الفكرة فيها بعض الاستبعادات بنستبعدها، بنستبعد حالات السايكوثيرابي، أي مرض نفسي بياخد أدوية نفسية ده بنستبعده منها، بتستبعدوه من العلاج وبنستبعده المنزلي. من العلاج المنزلي لأن ده محتاج طبي، محتاج إشراف كويس طبي. كويس. وكمان بنبقى عايزين نعرف إن الأسرة إن المدمن اللي موجود ده مش ده اللي هو الفرد فعلا، لا ده الفرد بس في حالة تانية، في حالة بقى مرض ادمان. هنلاقيه ان هو بيجمع كل طاقاته لخدمة الادمان ده، هنلاقيه ان هو ممكن يكذب، ممكن يخدع. فعايزين نبقى متفهمين ان هو بيتفنن، عايزين نبقى دايما واقفين جنبه، مش نساعده ان هو يغلط. لان انا دايما في حالات كتير قوي بلاقيها، الاقي الاب بيقاوم المرض ده وبيقاوم ابنه، لكن الام بتضر بده ان هي مثلا ايه بتسعى شويه ناحيته او بتضعف قصاده، فبتبدا تديله فلوس، تبدا تساعده ان هو يبقى لسه زي ما هو في الادمان. قبل ما نبدا بس البرنامج خليني بس عشان بس، اتفضل. لان اللي انت قلت جزئيه لازم اقف عندها. انت تمام بتقول احنا بنستبعد اللي بياخدوا ادويه عقاقير نفسيه، تمام خلاص؟ تمام هل دول بس اللي بيتم استبعادهم، ولا بيتم استبعاد اخرين من المدمنين ومتعاطي المخدرات؟ في ما انا هقول لك بعض الاستبعادات التانية، او زي هقول لك بعض الملاحظات التانية على البرنامج ده اللي قلناه، اللي هو الحالات اللي بتاخد اللي عندها مرض نفسي في حالة ادمان. تمام. هل في حالات تانية بيتم استبعادها؟ لا، كل لازم الحالات ممكن تتعالج. تشتغل وممكن الناس تشتغل في البيت، وان شاء الله بنلاقي كويس، اسر كتير يعني وبنلاقي حالات دي رجعت الحالة فعلا. الوحيدة اللي بيتم استبعادها، أما تمام، بقية الحالات ممكن نتعامل احنا معاها. ممكن نستقبل طيب اي حد في البيت كويس ونبدأ نعالجه في البيت، يعني جميل. ممكن طيب داخل البرنامج يعني. يمكن هنا جزئية فكرة العلاج، في طرق للعلاج ومنها الطريقة الأمريكية أو المنهج ايوه العلاج الأمريكي اللي هو صاحب ال 12 خطوة. تمام هنركنه على جنب دلوقتي وهستنى ال 12 خطوة، رغم إن التنمية الذاتية جزء من ال 12 خطوة. هنا وانت حضرتك بتتعامل في تنمية الذات وإعادة واستعادة مرة تانية للذات، هل ده بيتطلب منك ان يبقى في دخلة معينة مع مريض الإدمان تختلف عن الشخص الآخر اللي انا بتعامل معاه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بنشكر البرنامج على الاستضافه الطيبه دي. اهلا بيك. انا هاخد المبدا من حته تانية خالص. اهلا وسهلا. الاب والام، بمعنى البيت. انا شخصيا متعاطف جدا 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 مع المدمن، لان هو النقطه الاضعف نقطه موجوده في الحلقه هو الشاب المدمن. ازاي ده ادمن؟ احنا غالبا المدمن بيبقى من سن 15
ل 20 بيبدأ يدخل في المجال دوت. ده من 12 كمان، يعني يمكن منظمة الصحة العالمية قالت طبعا من 12 سنة اللي هو بيبدأ بعملية طبعا التدخين، ويمكن في منهم وفي مصر طبعا دلوقتي بنسبة أعلى ضعف النسبة العالمية حوالي 10%، النسبة كويس العالمية بالكتير 5%. كويس فإحنا في أزمة، أزمة الكل عارفها، إحنا مش هنقعد نشرحها تاني ولا جايين نقول للناس تمام إيه المشكلة، كويس المشكلة معروفة. كويس بس أنا من خلال عمري، من خلال آخر 20 سنة مع محاضرة الشباب، اكتشفت إن الأزمة بتبدأ من الأب والأم في إعداد الشاب الإعداد الحقيقي للمرحلة دي. ازاي؟ إزاي؟ أول حاجة أنا كأب، أنا عندي 3 أولاد، من أول ما اتجوزت اتفقت مع زوجتي إحنا هنربي إزاي؟ الطفل من صغره لازم يبدأ ياخد شخصية معينة. أنا فاكر ابن مصطفى في يوم من الأيام بيقول لي، هو اسمه مصطفى، بقول له يا درش، كان عنده حوالي بتاع 4 سنين، قال لي بابا ما تقوليش يا درش، قول له يا مصطفى. من يومها لغاية النهاردة لازم أقول له يا مصطفى، لازم، ما ينفعش اقول له يا دبش، حاجه بيكرهها. لكن النهارده الاب والام اللي لاغين شخصيه ابنهم وبيقول له الفاظ، يا غبي، يلي يلي يلي، يا ابن عمتك وابن خالتك وراحوا، انت متدمر شخصيه ابنك ليه؟ ما احناش عارفين. بتدمره لا شعوريا، وانت انت مش حاسس انك انت واحيانا بتدمر، شعوريا صدقني. احنا وصلنا يعني ابقى انا قاصد ان انا ادمر ابني. احنا وصلنا لمرحله فعلا، وانا شفت حالات ممكن الطفل احنا بنقول للام عامليه بالشكل الفلاني 1 2 3، ممكن في خلال 10 دقائق بعد كلامنا نفاجئ ان هي ممكن تقول له الكلمه اللي بتوجعه عشان هي عايزه تنفس عن غضبها. ودي المشكله احنا بقينا فيها دلوقتي، كويس، ان الاب والام مبقوش مدركين ان انت بتطلع مشاكلك النفسيه في ابنك. يعني عايز تقول لي ان اساس الادمان او تعاطي المخدرات السبب فيه هو الاسره، جزء كبير جدا الاسره، ها، جزء ان المنتج متوفر، ها، المفروض ما يكونش متوفر، كويس. وجود الصحاب اخبارهم ايه؟ دول ما سبب رئيسي بسبب الصحاب الموضوع دول ده. شباب تاني في بيت تاني برضه، يعني هي نفس اوكي، المشكله. بس انا هنا في اللحظه ديت، ما هو ممكن يكون ولد متربي بشكل كويس جدا والاسره بتتعامل معاه بشكل كويس جدا، ولكنه في نفس الوقت ده الجزء المجتمعي بيصادق طبعا، ناس لا تصلح ان هو يصادقها. طبعا طبعا، بص متفق معاك هنا، ها، بس طيب. انا بتكلم دلوقتي عن ابني، انا بتكلم دلوقتي عن ابني في بيتي. انا لو النهارده ما قعدتش ابني ان في يوم من الايام يستقل بذاته ويبقى ليه شخصيته، بحيث بعد فتره اديله الايه، فاكر انت مقوله سيدنا أيوة. علي، أي بس اسمح لي معلش، انا بس لازم اتفضل الموضوع، اتفضل. ما يؤثر في الشخص هي البيئه، والبيئه هي كل ما يحيط بالكائن الحي، ده صحيح. يعني الاسره، الاصدقاء، المدرسه، المدرسه، الجامعه، الاعلام، العمل، الاعلام، كل صحيح. الاتجاهات. فاذا الاسره لو هي ليها دور في الادمان، فهناك عناصر اخرى طبعا من ممكن طبعا يبقى لها دور، طبعا. ولو الاسره بتقوم بالواجبات على اكمل وجه، فهناك العناصر الاخرى اكيد التي تؤثر. اكيد. بس النهارده انا هتكلم على ايه؟ ها، انا املكه، انت كويس، انا كاب وام املك على الاقل جزء بتاع بيتي، تمام. يمكن ما اقدرش اغير البلد كلها ولا الاعلام كله. كويس، وان كنت من طالب طبعا بالكلام ده، وحتى الاعلى قياده سياسيه في البلد قالت للاستاذ احمد السقا، يا استاذ احمد هتسالوني، اللي بيقعد على اولادنا خطر على اولادنا. يعني انت دلوقتي بتقول لي ان الاسره الملخص العام لازم تقوم بالدور المطلوب منها، مش صح؟ مش تقوم بالدور، ها، ده حنينه، لازم تبقى طيبه بقى. ايوه، ده لا لا، مش الدور، اصل كلمه عارف الدور ده بيبقى شكل تقليدي ان احنا نتكلم الدور. كويس، احنا بقينا عندنا اب وام مش واعيين ان في شخصيه ابن بتتكون عشان بعد 20 سنه هيستقل ويطير. جميل. طيب مهندس باسم، انا دلوقتي قلنا هنستبعد اللي هو تمام. انا بحاول اربط بس تمام كده عشان تمام. تبقى الامور واضحه للمشاهد. ابعد الشخص السايكو المريض تمام. على اساس ان هو بياخد ادويه. طيب انت دلوقتي دخلت البيت وعرفنا ان الاسره هي اللي عليها دور مهم جدا في بناء شخصيه الطفل عشان ما يبقاش مدمن، تمام. هل وانت داخل بيبقى في دور مع الاسره بجانب الشخص المدمن ولا لا؟ ايه اللي بيتم خطواتك؟ زي ما قال كده الاستاذ اسامه بالظبط، احنا دلوقتي افترضنا ان احنا قدام اسره برضو عندها مشاكل وسلوكيات خطا، وده وارد جدا، لان التاريخ المرضي او التاريخ العائلي ده من اهم اسباب ان الانسان او ان المريض يبقى مدمن. كويس، في ظروف تختلف بس التاريخ المرضي ده يعتبر اولها يعني. تمام. طبعا في اسباب نفسيه واسباب اجتماعيه كتير جدا مش هنقولها، بس لو احنا دلوقتي بقى عندنا مريض وبقى عندنا اسره، انا بقول ان فكره ان البرنامج في البيت ده بيعالج برضو مشاكل الاسره. قبل ما نبدا في العلاج لازم نبقى كلنا متفقين ان في مرض عندنا، ان في حد عنده مشكله، يبقى محتاجين كلنا يبقى في دعم للاسره وكمان الناس اللي حواليه، تمام، سواء كان صحاب.
وزي ما حضرتك قلت احنا اصلا بنحاول ان احنا نقطع موضوع اصحاب السوء ده تماما، ده من اهم خطوات العلاج او من اهم خطوات البرنامج، ان انت تقطع تماما اي تعامل بيهم سواء كان اصحاب السوء او سواء كان ناس متعاطين او المروجين للمخدرات دي. احنا قدام برنامج بيعالج سلوكيات الاسره كمان، عايزين ننسى كل الخلافات، في خلافات ما بين الزوج والزوجه بيضيع الطفل او بيضيع المريض ده، بيضيع المدمن ده، لا عايزين نبدا نعمل اجتماع اسري على الاقل مرتين اسبوعيا، نبدا نحاول نشوف ايه المشاكل اللي موجوده ونعالجها كلنا، نقول بس له شارك ده فيها. قبل مرحله الادمان ده دي خطوه من الخطوات. يعني دي خطوه وابني خلاص، مدمن هو خلاص المريض مدمن بقى موجود كويس، مدمن يعني دي انت شايف ان دي خطوه من الخطوات ان طبعا. احنا نكون انسى بقى ان ايه، انسى ايه السبب، لان اصلا اسباب العلاج بتكون في الملاحظات اللي بتظهر بعد كده في البرنامج. يعني كويس. انا ممكن اقول لك ان سر العلاج المريض ده هيظهر في الملاحظات، الاب هيلاحظ، الاخت هتلاحظ، كل الحاجات دي بتبدا نكتبها ونتكلم فيها، بنعرف الهيستوري كلها اللي موجوده خلت ده ادمن ليه. كويس. حاجه تانية بتظهر ودي من اهم الحاجات اللي حابب اقولها، وفي الفكره دي عايز اقول لك ان ممكن المدمن واحنا شغالين في البرنامج اهوت والناس كلها شغاله وكله بيعمل اللي مطلوب منه او الشروط اللي احنا هنقولها، ممكن يتحول اسوأ مما كان عليه، يتحول لاسوأ مما كان عليه بمراحل، تقول كويس ده الدنيا كده باظت. تمام. البرنامج فترته 3 شهور، فتره العلاج ان شاء خطوات الله خطوات العلاج ايه في هنقولها. البرنامج عشان الوقت بس ما يجريش بينا؟ طيب انا بس عايز اقول ان في المرحله اللي انت تشوف ان المريض اتغير تماما وباظ اكتر من الاول، عايز اقول لك ان هو كده وصل للشفاء، في حاجه اسمها انتكاسه الشفاء، ان هو خلاص او عايز يختبرك، عايز يختبر ان الدعم ده هل هو حقيقي ولا انت بتخترع، عايز يشوف الدعم ده انت بتعمله فعلا عشانه هو ولا انت عشان انت تعبته عشان ارهقته. ده عايز اقوله للناس اللي ان شاء الله هتشتغل، اللي عندها حاله في البيت وتشتغل معاها. خطوات العلاج زي اي خطوات برنامج علاج، بس احنا بنحاول نخليها كلها في اطار الاسره اللي هم عشان الناس اللي هي بتتكسف او الناس كويس. اللي بتخرج. اول خطوه زي ما قلنا خطوه الاجتماع الاسري ده، الاجتماع كويس الاسري ده من الحاجات المهمه اللي بتتغافل عنها اسر كتير جدا في المجتمع، تمام. عايزه بشكل دوري يكون مرتين في الاسبوع. اوكي. الخطوات الثانيه عايز اصدر فكره ان هو عازم على العلاج وعازم على العوده، اصدر له هو اصدرها له حتى لو هو مش عايز، يعني ازيد الهمة عنده. بس كده كويس. انا عارف ناس كتير جدا يقول لك طب هو مش عايز يتعالج، لا لازم اصدرها له، انت تمام كويس، انت وانت وانت، مش بطريقه ده انت بايظ وانت فاشل وانت، كويس مصدر له فكره ان هو جاد في العلاج. تمام. انا ضد فكره العزل تماما، ما بقفلش عليه، ما بقفلش على مريض عندي، ضد فكره العزل لان اصلا المدمن ميال للعزل، كويس. الخطوة فانا الثالثة. ببعد. الخطوه الثالثه المهمه جدا ان انا احاول اخليه يشارك في اعمال تطوعيه، العمل التطوعي ليه يعني ليه أثر رد فعل إيجابي. جميل جدا على اي حد، كويس. مش بس المدمن ده، على الناس اللي عندها اضطرابات نفسيه، تمام. عايز اعلمه الانتماء، عايز اعلمه يساعد. وعلى فكره ده حال كل المتعافين وحال كل الناس اللي هي امتنعت عن الادمان وتعالجت، ان هو بيبقى عايز يساعد، كويس. مش عايزه يساعد دلوقتي الناس اللي هو مدمن، عايزه يساعد ويشارك في برامج تاهيليه، يشارك، انا عايز اغير له كل السلوكيات تمام. السلبيه واحط مكانها ايجابيات. ايه الخطوات التانية؟ بعد كده طبعا الخطوات المهمه التغذيه، ان احنا نغذيه كويس، دي حاجه مهمه جدا برضو مش عايزين نغفل عنها. كويس. المدمن في مراحل ادمانه ما بيوصلش لحاله الاشباع الطبيعيه او حتى بحاله الحس الطبيعي، عنده نوم ملخبط، عنده لو شغله طبعا بيعتبر شغله باظ. وعايز كمان افهم الاسره ان في فتره العلاج مش لازم مطلوب منه اي دخل، مش لازم مطلوب منه اي انتاجيه، مش لازم مطلوب منه تفاعل، المريض في حاله نقاهه، كويس. طيب نعزله. استاذ اسامه، علشان احقق الخطوات دي انا محتاج تاهيل كامل، يعني تاهيل للاسره ان هي طبعا حتى تعدل السلبيات اللي عندها، صحيح تاهيل للشخص نفسه، صحيح. الالتزام بتنفيذ الخطوات ديت، ايه اللي يتم معاهم؟ اللي يتم ان الاب والام يقعدوا مع نفسهم، هل هذا الكائن اللي هو ابني غالي عندي فعلا؟ هل هو يستحق ان انا اقعد مع نفسي واشوف انا فيا ايه مش سليم اصلحه؟ دايما احنا بنطالب الابن اللي هو ربنا مديه لنا حته طريه ان هو اللي يتغير، وان هو اللي يبقى بار بوالديه، وان حق الاب والام كذا، مع العلم ان هو ليه حقوق الاول عشان يقدر يديني اللي اخد منه. عشان كده احنا بنقعد مع الابهات والامهات نقول لهم ما تيجي نغير جو الاسره شويه، بدل ما كله شحناء وضغط، بدل ما كله طرد للولد، ما تيجي زي ما مستر باسم بيقول ما تيجي نفتح البيت شويه، نبقى ايه مساحه هاديه من الحب. اقعد مع ابني رقم واحد، انا ابني داخل على محطه مراهقه، قلت له يا ابني اعرف انت داخل على مرحله 1 2 3 وهيقابلك كذا وهتغلط وهسامحك في بعض الحاجات، اوعى تفتكر ان انا فاكر، لا انا قبلك غلط، هحاول افيدك، بس ليه طلب عندك؟ ما تكذبش عليا،
يلا نقعد مع بعضنا، احكي لي عن كل حاجه، مهما غلط انا هسمعك كويس. وهفضل احبك لان انت ابني. بنتي برضو اكبر منه في اولى ثانوي، فهمتها الكلام دوت، وانا كأب قلت لها يا بنتي حتى لو جيت وقلت لي ايه هسمعك. يعني انت بتطالب ان الاسره تسمع تحضن تحضن. احنا عايزين نرجع الحب تاني للبيت. خلي بالك المدمن ده بيبقى عايز ايه؟ عايز يحس باكشن. هو خلاص فقد الحب في البيت او الاهتمام، او اهتمام بزياده شويه، لكن هو فقد الانتماء، فبقى عايزه ايه؟ متعتي الشخصيه هي فوق كل حاجه. كويس. فبيهرب، يهرب في اي حاجه. هو طبعا في سن مش مدرك هو واقع فين، لكن احنا مدركين. طيب بدل ما لو لقيت ابني على مقبل على خطوه غلط، انت هتعمل ايه؟ هتزقه ولا تحاول تجيبه؟ هحاول اجيبه. احاول اجيبه. الطاقه الوحيده، احنا في علوم الطاقه اقوى طاقه موجوده هي طاقه الحب. انسى ان اي طاقه تانية هتغلب طاقه الحب. ادي له حب، حاوطه بحب، صدقني هيجيلك. حتى لو بعد فتره بيحن. وكلنا يمكن بعد ما وصلنا سن معينه بدانا ندرك ابائنا كانوا بيحبونا قد ايه. طب لو الشاب بتاع النهارده لو لقى البيوت اللي هي مدمره ديت وجه يسترجع في ذاكرته مش لاقي طاقه حب، هيتانيه شاد. احنا عايزين نرجع تاني حب ابنك زي ما هو على شكله، عشان تقدر تعطف عليه وتديله. لان ابنك المشكله ان احنا مش واخدين بالنا ابنك ده هيربي ابنه بعد كده. فلو طلع بطاقه حب قليله هنكتشف ان احنا بقينا مجتمع عامل زي التروس من غير زيوت بياكل في بعضه. فالاب اللي عايز ابنه يبقى صح ما تطلبوش بالصح، اديله واقعد جنبه وقول له تعالى يا ابني اذا كنت انا غلطت قبل كده معاك في التربيه انا بعتذر لك. ايوه بس اللي انت بتقوله